ولمناقشة هذا الموضوع تنضم إلينا من العاصمة تونس الملاكمة مريم حمراني. مرحبا بك معنا في نشرة العاشرة. أولا مريم، كيف بدأت فكرة تحويل الحي السكني الذي تقطنين فيه إلى صالة ألعاب رياضية؟ تفضلي مريم. عسلامة مريم، تفضلي. سامحني مانيش نسمع فيك بالكدا، راه عاودتي سؤالك. مريم، سؤالي كيف جاءتك الفكره لتحويل الحي السكني الى صاله العاب رياضيه؟ الظروف اللي احنا فيها ومعناها ما عادش وقت برشا للالعاب الاولمبيه، وانا حصلت ترشحت معناها نستغل في وقتي اللي انا في الدار ونحاول نترينا، خاطر ما نجمش نقعد ما نترينيش معناها بار حتى الاولمبيك. انا بطبيعتي معناها عاده فيا اللي انا ديما نترينا، وعندي ميزه اللي انا معايا راجلي معناها في الدار هو مدربي من اول ما بديت ملاكمه، دونك نحاولوا احنا نعملوا برنامج حسب معناها المتوفر اللي متوفر لنا معناها، ونعمل عملنا بروجرام وقدره الله نبدا نحضر بشوي بشوي حتى لين يسهل ربي تتنحى المشكله هذه نتاع كورونا، وقدره الله نعملوا حاجه ان شاء الله في الاولمبيك الجاي. مريم، يعني نعلم أن زوجك هو الذي يشجعك على إقامة التمارين حتى تحافظي على لياقتك، هل هناك أشخاص آخرين يعني شجعوك على القيام بالتمارين المنزلية أو خارج المنزل؟ وهل هناك أيضا العكس ممن يتخوفون من ممارسة النشاط الرياضي؟ والله انا راني نعمل في السيونسات نتاعي معناها حصص تدريبيه كان في الدار، معناها مانيش قاعده نخرج لبرا، حتى كان باش نخرج قدام معناها قدام الدار قدام الباب ما نبعدش بعيد معناها، والدعم الوحيد لي انا هو زوجي، وعندي الجمعيه نتاعي اللي هي السعيديه الرياضيه بسيدي بوسعيد، رئيس الجمعيه نتاعنا مدعمني زاده سي البيجي الرفرافي، عندنا زاده اونترونور يتبع فيا من الخارج من سويسرا هو اسمه سي صالح بن شعبان، زاد يتبع فيا ويعطيني معناها اخر ما وصلت الرياضه معناها التطورات في الرياضه كسوسوا قرارات، ولا يعطيني اكزرسيسات، وعاملين برمجه ان شاء الله نوصلوا بالبرمجه هذيا ان شاء الله ربي يوفقنا. ان شاء الله ربي يوفقك. مريم، يعني اضافه الى 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 مواكبه كل التطورات الان في اخبار الرياضه، بالنسبه لبرنامجك يعني في الرياضي اليومي، يعني هل تتدربين يعني ساعات قليله كثيره؟ يعني لو تعطينا فكره اكثر على تدريبك المنزلي. والله نحاول انا نعمل في حصه، مي حصه طويله معناها نعمل في ساعتين، في الحصه فيها كل شيء معناها كيما السيونس كاينه في المنتخب الوطني معناها ما ناقصها حتى شيء، بالعكس معناها راجلي يدز فيا اكثر معناها قاعده نخدم اكثر، نخدم معاه هو تكنيك معناها بقدره الله نحاول نحافظ على معناها الفيزيك نتاعي ان شاء الله نلقى روحي حاضره بقدره الله. يعني مريم، هناك ايجابيات من الحجر الصحي، يعني ما هي رسالتك لكل الرياضيين من هذا المنبر؟ قبل كل شيء نكملوا معناها نلتزموا بالحجر الصحي ونزيد زاد نلتزموا بالرياضه في الحجر الصحي معناها مش كان ماكله ونوم، الواحد نحاولوا نترينيو ونواظبوا على الانترينمون الرياضات الكل معناها نحاولوا نلتزموا بالتمارين نتاعنا، خاطر هذا ظرف وقتي ومن بعد باش تلقى روحك صايي معناها انت معناها انفاس مع لي كومبيتيسيون، دونك واحد لازم يلتزم بالتدريب. طيب مريم، يعني في فترة الحجر الصحي بين التدريب في البيت وفي الحي السكني، كيف يمر الوقت؟ والله هو يوم عادي معناها كيما كل يوم، سوف احنا في الدار معناها نقوم نترينا نحضر يعني نقضي داري نحضر فطور راجلي فطور ولدي ونحضر روحي ونترينا، ومن بعد ندوش كيف كيف نحضر فطور نصف النهار، وهي كيكه ماشيه معناها كيما كل يوم. انا واحده من الناس ما تاثرتش معناها بالحجر الصحي. رغم أن مريم يعني الكثير يقولون أن الرياضيين يعني يتأثرون أكثر من الأشخاص العاديين في فترة الحجر الصحي. هو ذاك العادي، أما أنا عرفت كيفاش نستغل وقتي اللي أنا نستغل في الراحة هذه اللي العباد مرتاحة، أنا اللي قاعدة أنا معناها عايشة عادي، بالعكس قاعدة نستغلها، ثم اكزرسيسات تتعمل في الدار أنا قاعدة نعمل فيهم، فما حاجات تتخدم معناها كيما احنا نقولوا كوزين انترن معناها حاجات سريه تتخدم لا في المنتخب ولا في معناها حاجات هذه تهم الملاكم وحده معناها يلزم هو يصلح روحه الديفوات نتاعو يصلحهم، قاعد نصلح فيهم وان شاء الله ربي يجيبنا في السويد. طيب مريم، الزملاء في غرفه التحكم الان يسالون اذا تقابلت مع زوجك في منازله وهو مدربك الحالي، لمن سيكون الفوز؟
هو اللي اعطاني العلم، دونك لي هو بطبيعه الفوز، خاطر يعرف بوان فيبل تاعي بوان فور. اما هو راهو نخدم انا وياه راهو تكنيك، معناها قاعدين كي نترينا نترينا انا وياه، كاينه ادفرسير قدامي معناها كاينه منافس يخدم معايا، بوني بوني انا وياه راهو. هل نعتبر أن هذا الجواب دبلوماسي؟ ليه ما ذاك هو مدربي، هو اللي اعطاني، هو اللي علمني، دونك باش ندور عليه حتى كان ننجم يلزم بشوية بشوية طبعا. شكرا، شكرا لك مريم حمراني الملاكمة التونسية، كنت معنا مباشرة من العاصمة تونس.